السلام عليكم، اهلا وسهلا متتبعي قناه سياحه تمنه. كما كتلاحظوا حنا متواجدين اوبرج سفالو لصاحبه سعيد الدفلاوي، والحمد لله قضينا اوقات ممتعه الليله البارحه في هذا المأوى السياحي. ودابا غتبدا الرحله ديالنا، نقوم بجمع الخيام التي نصبناها البارحة، نتجه إلى غدير حمة. هي منطقة سياحية بامتياز تنتمي إلى منطقة جامعة ساحل بوطاهر مرنيسة. خليكم معنا. متتبعي الكرام، متتبعي قناة سياحة تاونات، كما وعدناكم حنايا دابا متجهين، انطلقنا من منتزه اوبرج سفالو للصاحب سعيد الدفلاوي، ومتجهين الان للمركز مرنيسة، ومن بعد غنتجهوا غدير حمة. حتى هي منطقة سياحية كتوفر بغطاء نباتي لا بأس به، وثروة مائية هامة، وفيها واحد المسبح خاص كيجيو له زائرين وسياح من جميع انحاء المغرب. خليكم معنا. وعدناكم أعزائي الكرام متتبعي قناة سياحة تاونات، حنا كنتواجدوا الآن وبغينا نختموا اليوم ديالنا بواد أسرى التابع لجماعة بوهودة إقليم تاونات. كما كتلاحظوا هذا هو المتنفس الوحيد لساكنة جماعة بوهودة والجماعات المجاورة. هذا واد أسرى اللي كيبعد على يقرب عن جماعة بوهودة بحوالي 3 كيلومتر، كما كتشوف كيتميز بالغطاء النباتي وبالثروة المائية. ومن هالمنبر كنطلب من الزوار باش يحافظوا على نظافة المكان، وكنخليكم تستمتعوا بهذه الجمالية ديال هذا الموقع الرائع والساحر. تحياتي.